وانت بتختار عفش بيتك بتكون حاجة من اتنين، يا اما شفت صور على النت وعجبتك وطلبت ان حد ينفذها لك واتصدمت بالحقيقة المرة، يا اما محتار ومش مقتنع باي حاجة. اختار ايه يا حاج؟ طب وليه كل ده؟ مش بوكش موجود كنز كبير من العفش الدمياطي. هتختار عفش بيتك وهو خشب ابيض من بين موديلات كتير جدا، واختار اللون اللي بتحبه. بكل فخر صنع في دمياط.